صباح الخير. على من تقرأ مزاميرك يا داود؟ بالبلد ضجيج وهرج ومرج، أما غبطته فاختصر بكلمات معدودة واقع الأزمة، وأكد اقتناعه التام بأسباب استقالة رئيس الحكومة، ودعا إلى معالجة الأسباب، أسباب ما عادت مخفية على أي فريق. هل المطلوب من رأس الكنيسة أنه يكون شاهد زور على واقع السلاح وقدم الدولة والتدخل بشؤون الدول العربية، أم المطلوب من غبطه أنه يدخل بمعمعة المزايدات والمواقف؟ وإذا كان الهدف ضرب العلاقة التاريخية بين لبنان والسعودية لحساب المحور الإيراني، فبيبقى كلام الراعي صوت صارخ بالبرية. مع كل ملف بينفتح أخذ ورد وأيام، وبيرجع الحال على حاله. أما المواطن فبيحسب شو بقي معه بالجيبة من غلة أول الشهر. مع غياب القدرة الشرائية ما بيبقى أمام المواطن إلا أنه يفتش على الأرخص. الدكاكين المنتشرة بالأحياء بعد موجودة وعم بتزيد، والعلاقة التاريخية بين المواطن والدكانة هي جزء من تراثنا الشعبي، مورد رزق أيضا لكتار من الناس. وبين الدكاكين الشعبية الصغيرة والمراكز التجارية الأكبر بينطرح سؤال شو الأنسب للجيبة؟ الجواب مع زميلتنا بشرى عبيد. أنا بحب أدعم دكاكين صغيرة، ما بحب أشتري من المول، بشتري راحتي بدل ما أروح بالسيارة أو بالموتو ضيع كل وقتي بالسوبر ماركت. أنا مقبرم نص ساعة باخد كل أغراضي من هون وفشخة عن البيت، لشو بدي روح على المول مشان أوفر 1000 و2000 ليرة؟ هي حدا ما يدفع 100,000 بيدفع 50,000، بالمحل الصغير عم بيدفع 50,000، بس بالمول عم بيدفع لأنه العين عم تسحب على شغلات تانية. هون جارنا هلا بيجي بيشتري منه كمان ما بتفاقه، يعني كل شهر بيجي مرة بيعمل ازم. ايه بتضايق. ما فيك تتضايق من بابا. لا لا. انا ببيع عصير، اللي من 82، اللي 35 سنة ببيع عصير. بالمنطقة هون. عندي زبوناتي ومعارفي واصحابي والحمد لله. انا كان عندي محل، سكرت المحل وعملت هيك محل متنقي، شو بدي اعمل؟ لأسباب الوضع، الأجارات والموقف سيارة، ما في زبون يقف ما عندك، ما في. هلا صرت بقصد زبوني هيك بمرق لعنده، أنا هون بالمنطقة. دكاكين صغيرة بتختزل قصة الحركة الاقتصادية وبتحكي واقع الاستسلام أمام الهجمة الفولاذية اللي بتتمثل بالمولات الكبيرة والسوبر ماركت. ألبست بيروت ثوب التمدن، ولكن نسيت الروح التقليدية ببعض أحيائها. من أسواق شعبية ودكاكين بتحكي تفاصيل حكاية تاريخ وتراث إلى أسواق خمس نجوم. الأسعار تختلف طبعا، السوق الكوبراتيف غالي سعره، بتفرق حوالي 200 أو 300 ليرة، بس السوبر ماركت لا، في يعني في نزول، في بعدين في برومو، بيعملوا برومو بالاصناف كثير، ان كان ديتول ولا صابون. سوبر ماركت كبار والتعاونيات بيجيبوا كميات كبيره، نحن على قد حالنا، مشان هيك بصير شوي السعر اغلى شوي. زبوناتي بالاساس نطعوا للحي، يعني طبعا مش هيجي واحد من عندي باخر منطقه ليجي لعندي قليل، ما اكيد الا مارق طريق يعني كذا. زبائن هن زيتهم تقريبا، طبعا في ناس بتقل لانه بروح بيشتروا حاجيات اكثر من المولين بيوفروا، هن عم بفكروا انهم بيوفروا، ما بعتقد عم بيوفروا. بيعه كثير بيعجبني واسعاره قريبه لاسعار التعاونيات، وكل شيء بلاقي عنده وقريب. هلا انا اضطريت حتى اللعبه مع الكتاب حتى شو اقدر امشي، ولا ما في شيء يعني، لو ما الاولاد بيجوا بدهم العاب يعني متنا جوع. زموني كتيرة رز وهالمواضيع أكيد من السوبر ماركت، وبس بدي أجيب أغراض صغيرة شبروقة للولاد وهالمواضيع أكيد من الميني ماركت. إيه لأنه أريحنا، لأنه منلاقي كل شي بدنا وفي نوعيات أكتر، يعني في أكتر شوا. We'll be right back.
المكان والمول فرق كبير وآراء مختلفة بين الخيارين، ولكن الشيء اللي ما بيفرق بزواريب أحياء مار الياس وعائشة بكار هي روح بيروت التقليدية اللي رح تضل ساكنة فيها، ومن هالتقرير صرخة موجهة لننعشها من جديد ونرجع للحياة. المحلات الصغيرة يعني اتأثرت، بس بدل إلى زبوناتها لأنه في أشياء ما فيك أنت تشتريها إلا يومي، لوازم الضرورية اللي وقت الزبون عايزهم دغري هلأ بوقت الحالة، يعني بدو بيبسي بدو لبن بدو خبز دخان، أكتر شيء دخان يعني، عرفت كيف؟ صارت اللوازم الشهرية بياخدوها من المولات. هلأ صرنا منبيع هيك أشياء بس. نحن عنا هون بياخدوا الأشياء اللي هي شغلة مقطوعة منا بيجوا بياخدوها من المحلات الصغيرة هاي. بشتري من هون لأنه أقرب شيء علي، لأنه إذا بدي روح على مول بدي أقل شيء ربع ساعة لأوصل لهوني. شغل كتير عدمان تعبان، فيك تقولي أنه أثر علينا محلات الوان دولار اللي عم تجيب إشياء صينية ما في عليها رقابة، في كتير تزوير بالسوق. هيدي نتيجتها السمكة الكبيرة عم تأكل الصغيرة، الصغير ما بقى مبين بهالبلد وبس. وبعدين الرزق على الله، شو بنعمل. منتابع حلقتنا رغم كل الظروف إلا أنه الحركة المسرحية والثقافية بالبلد ما توقفت. بقصر المؤتمرات بتبين عقد مؤتمر صحفي لإطلاق العمل المسرحي الغنائي حركة ستة أيار للأخوين فريد وماهر صباغ. مسرحية من بطولة يوسف الخال، كارين رميا، طوني مهنا وزميلتنا بيرت أطريب، والتفاصيل عن المؤتمر بهالتقرير. ولا زالت الصحافة اللبنانية السلطة الرابعة بالبلد والسلاح ذو حدين يلي ممكن يبني دولة أو يهدم دولة، يعلي حكم أو ينزل حكم. وبكل الأحوال الصحافة مهنة المتاعب مثل ما بسموها البعض، بيدفعوا من خلال الصحفيين تمن كل ما يدور بالبلد. لهيك خلقت حركة ستة أيار لتلقي الضوء على رمزية هالتاريخ وهو نهار شهداء الصحافة. هيدي مسرحية يمكن بتمس كل إعلامي كل صحفي، بس بعتقد بتمس كمان كل لبناني. عم بلعب دور إعلامية اسمها ميلاني، هي بتلفزيون لبنان، هي ومجموعة كبيرة من الزملاء لها طبعا قضيتهم هي لبنان، حرية الإعلام بلبنان. ياريت صوتي حلو تكون مشاركة كمان بالأغاني يلي رح تتقدم بالمسرحية، لأنه أغاني بعتقد رح تبقى عالقة بذهن المشاهدين حتى من بعد ما نخلص العروض. وطبعا كل مرة بده يكون في بعد جديد صعب. الغناء والتمثيل هذا كان من زمان انا حلمي، يعني اعمل مسرح غنائي، وبتخيل هاي يمكن سابع مسرحيه، ففت بالجو وتعودت على القصه. اللي حاضر الطائفه 19 بيستمتع اكثر، بيشوف قد ايش صار في تطور للافكار اكثر، والحلول يلي طرحتها المسرحيه الطائفه 19، شوف اذا صارت او ما صارت وليش ما صارت وليش عم بتصير، يعني شغلي كثير كثير حلوه من حيث الشكل العام. أكثر من شهرين تحضير عقد مؤتمر صحافي بقصر المؤتمرات دبي لإطلاق العمل الجديد يلي بيحمل عنوان حركة ستة أيار. مسرحية مكتوبة من زمان، وهي بتاع أساس إنه عيد الشهداء لغيوم عنا، ما بقى في عيد شهداء ستة أيار، ما بقى في عيد شهداء، يعني هذه المسرحية عم بتطالب بهالإشي هذا إنه ترجع، ليش لا، إنه هذه شهداء الوطن. لعبت سريلانكي وهلأ عم بلعب بنغلاتشي، مستقبلا ما بعرف شو بيجيني من هونولولو هواي ما بعرف. وانا اول مره بمثل واول مره بشتغل مع الاساتذه الصباح، وبدو كاركتير معين واختارني. عمل
مسرحي وهو استكمال للطائفة 19 بيعكس مضمون سياسي، ولكن المحور الأساسي هو تحرر الإعلام من كل القيود يلي ممكن تحد من حريته. عمل فن استعراضي بيحمل توقيع الأخوين فريد وماهر الصباخ، بشارك ببطولته يوسف الخال، كارين رمية، بيرات أطريب وعدد كبير من الفنانين. أول ما بلشنا مسرحيتنا الغنائية لاحظنا أنه العالم كانت بعدة شوي عن المسرح الغنائي، ما بعرف شو الأسباب، ولكن أصرينا أنه نكفي، يعني هذا رابع عمل، وعم نلاحظ من عمل لعمل عم نرجع نحبب العالم بالمسرح الغنائي لأنه عم نحكي همهم. كتير اشتغلنا عليها كإدارة إنتاج تتكون بمستوى قيمة العمل اللي نحن ما نحكي عنه، يلي هي حركة تحكي عن شهداء الصحافي والإعلام. أنا اشتغلت معهم طائفة 19 وهلأ عم اشتغل معهم حركة 6 أيار اللي هي تقريبا تكمل للطائفة 19. والشباب ما فينا نمثل معهم أبدا أبدا أبدا، ما في، مش كتمثيل، كأنت مصدق الطرح اللي عم بيطرحوه والفكرة، بدي تكوني مؤمنة بالفكرة اللي عم بيطرحوها. نهار الجمعة انتوا على موعد مع العرض الأول من مسرحية حركة 6 أيار. نرجع إلى الشارع اللبناني وتوجهنا لكم بسؤال، شو يعني كيلة؟ كيلة تعرف شو يعني كيلة جوال؟ كيلة بنتحمم فيها. لا بعدك بتتحمم بالكيلة؟ أوقات إيه، لطيف شو عادي يعني، خلاص خلقت المي والكهرباء ما في ضغط بالهيدا الدوش. طيب أجوبتكم من تبع بهالتقرير من بعد بريك ومنرجع. كيلة، كيلة اللي بيحطوا فيها مي هيدي بتغسلوا، كانوا يحمموا فيها راسهم يبقوا المي، هيدي الكيلة. ما بعرف، يمكن كان محتواها كيلو كيل، ما بعرف، ما لتر مي هو كيلو، ما هيك كيلة، كباية مثل الكباية يعني، أكبر من الكباية شوي، هيدي بكيلو فيها، شو ما بدك، سكر، حمص، هيدا الكيل هو أساسا وحدة قياس الكيل. مكيال كيلة، الفعل كيلة، ايه مظبوط، الفعل كيلة يا اختي، والاسم مكيال، المكيول مفعول بايه؟ يمكن بكيلو فيها ماي او اي شيء، كنا نقعد بجات وكانوا يحمونا بالكيلة. وعاء بكيلو فيه، وعاء بيوضعوا بقلبه ليكيد سوائل بكيل فيه او حبوب او شيء، ما بعرف تاريخها، انتم مهضومين. هذا الكيلة بيحطوا فيها المي من زمان، راس بيروت لما بده يتحمم كان يشيلوا المي من الكيلة ويتحمم فيها. عم بحكي لك من 180 سنة 70 سنة. وعاء بتحطي فيه الغراض، يعني وعاء بتستعمليه اوقات وقت الحمام، هيك صغيرة وإلى ايد، او علبة الحلاوة بسموها كيلة، علبة اللبنة مثلا بدل ما تكبيها بتستخدميها لشيء ثاني. كيلة هاي بتضيع بقولوها، الكاسة الكيلة، كيلة لكل شيء بيستعملوها، بكيلوا فيها مشان هيك بيقولوا لها كيلة. الكيلة اللي بيغرفوا فيها ماي لا يتحمموا او يغرفوا فيها، في كيلات للحليب، في كيلات للزيتون، في كيلات لكل شيء، كان من زمان كل شيء بالكيلة. انا هلا بتحمم بالدوش. صرنا وين بعصر 23، اي قرن نحن 21، هيدا كان يستعملوها بالقرون الماضيه، كيله حرام بيقعد على الكرسي او على شو اسمه بصب على حاله، هو كان يغنوا يضط. انا ما تحمم فيها ولا مره هيدي. يعني من زمان كانوا يعملوا قمح وهيك ويكيلوا، اسمها الكيله، كنا نتحمم فيها نحط بالسطل والكيله. في مكيال مرات يكون للقمح لكل الحبوب، كل كيس، ما كان من زمان ما فيها النايلون والسطول وشغلات، كان كله بالفخار او بالكواره، بيقولوا لاهل زمان كواره.